بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، صدق الله العظيم. مشاهدينا، أهلا بكم معنا في برنامجكم اليومي حوار المفتي. نحن معكم دائما في ضيافة فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية. نرحب به ونتحدث معه حول قيمة الإخلاص كمنهج تربوي إسلامي يعد بمثابة الحل السحري لمشكلتنا. أهلا بفضيلتكم. أهلا وسهلا فضيلة المفتي. الجميع يفهم الإخلاص في الإسلام على أنه عكس الرياء في أداء العبادات والتقرب لله تعالى. السؤال، هل الإخلاص قاصر على العبادات فقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالإخلاص إنما يدور مع الأعمال كلها ولا يقتصر على عمل دون عمل. فحياة المسلم في أدائه لأعماله وفي أقواله إنما هو يدور مع الإخلاص دورانا كاملا وتاما. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلفظ الأعمال هنا إنما الأعمال بالنيات فيه من العموم وفيه من الشمول والاستغراق، بحيث يشمل كل عمل يعمله المكلف ويعمله الإنسان. فلا بد أن يكون كل عمل يعمله الإنسان أن يكون منوطا وملتصقا وممتزجا وبالإخلاص. فالإخلاص دائر في كل الأعمال، في الأعمال كلها. والله سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن الكريم بأن نعبده مخلصين له الدين، وأمرنا بالإخلاص في كل شيء. وأن قبول الأعمال هو مرهون بالإخلاص. فالإخلاص هو الأساس في التمييز بين الأعمال التي تقبل عند الله سبحانه وتعالى وتلك الأعمال التي لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. لكن ومع ذلك أنت لا تستطيع أن تطلع على هذا الإخلاص، ولذلك أنيط حكمه بالعمل الذي يظهر. فإذا كنت مخلصا في هذا العمل فإن الذي يحكم عليك في هذه الحالة هو الله سبحانه وتعالى. لا تستطيع سيادتك، وإحنا نحن نتكلم الآن، أن تقول أنني مخلص في هذه الحلقة أو غير مخلص. في كلامي وفي قولي. لكن الله سبحانه وتعالى مطلع على السرائر، والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، فهو مطلع على كل شيء ومحيط بكل شيء. وعلى هذا الأساس فهناك دعوة صريحة من القرآن الكريم ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تكون الأعمال جميعا هي داخلة في نطاق الإخلاص، وأن يكون الإخلاص محيطا بها، ولا يصدر من الإنسان إلا القول الذي أخلص فيه لله سبحانه وتعالى والعمل الذي أخلص فيه لله سبحانه وتعالى. طب إذن فضيلتكم، هل هنا نقول أن الإخلاص سلوك تعليمي أم أنه سلوك تدريبي أم تربوي ينشأ من الأساس في الإنسان؟ كل ذلك هو دائر في الإخلاص. فالإخلاص هو يعني ينصح به الإنسان ويتعلمه ويذكر به بين الحين والآخر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن جاء: لو أن الإخلاص هو شيء مركوز في النفوس ولا يحتاج إلى تذكير لما ذكرنا به رب العزة سبحانه وتعالى. قل الله فاعبد مخلصا له الدين. مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهكذا فالآيات كلها في الحقيقة تدل على أن التذكير بالإخلاص، فهذا التذكير بالإخلاص يدل على أن الإخلاص إنما يتعلم وإنما يكتسب وإنما يمرن عليه، وإنما الإنسان يدرب نفسه عليه باستمرار، في أنه عندما يعرض عمل ينظر ما مقصودي من هذا العمل. هل المقصود هو الناس، في أن يقول الناس عني كذا وكذا وكذا، أو أن المقصود الأصلي هو
أنني أقصد وجه الله سبحانه وتعالى وأنني صحيح. أنفذ تكليفه سبحانه وتعالى كما أمرني وكما قال، فإن كان الأمر كذلك فهو مخلص في عمله، حتى وإن أثنى عليه الناس وعلى ذلك، فثناء الناس لا يدل على أن هذا العمل مرفوض أو أن هذا العمل منقوص، طالما أن الإنسان في حد ذاته هو لم يقصد وجه الناس. ولذلك في القرآن الكريم يقول عن هذه الشخصية التي تعمل عملا لكنها لا تراقب فيه وجه الله سبحانه وتعالى وإنما تراقب الناس فقط، هذا كله عمل هباء منثورا لا ثواب له، لأنك لم تقصد إلا الناس، فأنت أخذت أجرك وثناءك من الناس. أما إذا كنت تقصد وجه الله سبحانه وتعالى وتقصد الإخلاص له وأنك تنفذ ما قال سبحانه وتعالى وما أمر، فإن الأجر يكون على قدر هذا الإخلاص، وحتى وإن أثنى الناس عليك بعد ذلك. كيد الحال أنه لو أخلص يعني عشان يقول الناس أنه أخلص بعيد عن إخلاصه لا يعتبر رياء. يعتبر رياء بلا شك. الإنسان الذي لا يبتغي وجه الله بعمله ولا بقوله وإنما يبتغي وجه الناس فإنه يرائي الناس في هذه الحالة، فلا يكون عمله داخلا في دائرة الإخلاص. ولهذا ونحن في هذا الشهر الفضيل، وهو علاقة وطيدة في الحقيقة بين الإخلاص وبين الصوم، لأن الصوم هو علاقة سرية بين الإنسان وربه لا يطلع عليه أحد. صحيح. لا يعرف أحدنا أن هذا الإنسان صائم أو ليس بصائم، أو أنه صائم بعض الوقت دون بعض الوقت الآخر، لكن الذي يطلع على الحقائق هو الله سبحانه وتعالى. صحيح. ولذلك قد يكون أمامك هذا الإنسان ثم هو يتناول في الخفاء الطعام، قد يقول لك إني صائم ثم بعد ذلك يتناول الطعام، هل تدري عنه شيئا؟ لا تدري عنه شيئا. أو أن يكون هذا الإنسان صائما ممتنعا عن الطعام وعن الشراب وممتنعا عن الشهوات المباحة هذه التي أباحها الله سبحانه وتعالى له، ومع ذلك فإنه يرتكب من الموبقات في الخفاء ما لا يعلم في 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 كونه يحقد على أحد أو كونه يحسد أحدا، أو هذه الأمراض القلبية هي في الحقيقة مؤثرة في كمال العمل الذي يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يندرج فضيلتكم على الصلاة مثلا، عندما يعني الإنسان يوهم الآخرين أنه يخشع في الصلاة أو يصلي ويذهب للمساجد لكنه لا يراعي الله سبحانه كل وتعالى. كل ذلك إنما هو علاقة سرية بين الإنسان، الإخلاص محله القلب. هو في مرحلة الخفاء، لا يظهر، حتى وإن أظهره الإنسان أو أظهر الإنسان أنه مخلص في العمل في عمله وابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، المطلع على حقائق الأمور والله سبحانه وتعالى لا أحد غيره. إذن هل فضيلتكم يمكن أن نقول أن هناك إخلاص لله سبحانه وتعالى، إخلاص أيضا للعمل، وإخلاص للوطن، وإخلاص للأهل؟ بلا شك أن العمل الذي يعمله الإنسان سواء كان لأجل فهو تأدية عباداته، أو العمل الذي يؤديه لأجل أسرته في بيته، أو العمل الذي يؤديه لأجل وطنه، وإن كنا نرى بأن كل هذه الأعمال إنما هي أعمال متكاملة وليس بينها تقاطع. نعم. فما كان العبادات في حد ذاتها التي يؤديها الإنسان ويؤديها بإخلاص هي مثمرة. نعم. إذا كانت بإخلاص حقيقي. صحيح. فهي مثمرة عن نتيجة طبيعية في سلوك الإنسان في المجتمع. فهي تؤدى أيضا، هي داخلة في نطاق أنها مؤثرة في علاقات الناس في المجتمعات، ومن ثم فإن لها فائدة وثمرة اجتماعية. ولذلك القرآن الكريم يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويقول عن الصوم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ويقول عن الحج الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فأنت مأمور من قبل الله سبحانه وتعالى بأن تكون في هذه المنظومة العبادية التي تؤدي إلى أنك تكون في سلوكك في المجتمع تسلك سلوكا حسنا. فإذا العمل هنا له مردود مجتمعي، فكل عمل حتى وإن كنا نؤدي أيضا خدمات اجتماعية في نطاق الوظيفة العامة أو في نطاق الأعمال أي عمل،
ويظن بأنه إنما هو في خدمة المجتمع فقط، لا، هو أيضا داخل في دائرة العبادة طالما أن الإنسان أخلص في هذا العمل وأداه كما يرضي الله سبحانه وتعالى، فإنه يكون داخل في دائرة العبادة. ولذلك مفهوم العبادة على هذا النحو هو من السعة والشمول، بحيث لا يقتصر على العبادات المحضة، العبادات المعروفة من صلاة وزكاة وحج وصوم وصدقات، هذه دائرة مطلوبة شرعا، لكنها تتسع لتشمل كل أعمال الإنسان طالما أنه أخلص فيها لله عز وجل. وعشان كده يعني فضيلتكم نعود مرة أخرى إلى أن يعني مسألة تهذيب السلوكيات للأطفال وخاصة وتعليمهم وتربيتهم على أهمية الإخلاص، سواء كان لأهلهم أو لعملهم أو لوطنهم أو لله، طبعا ده مهم. نعم، هو طبعا هذه مسؤولية رب الأسرة في أنه يغرس في أولاده وفي أبنائه الإخلاص في العمل في كل مجالات الحياة، سواء كان الإخلاص متعلقا بالعبادات أو متعلقا بالأعمال التي أو حتى في علاقته بوالده ووالدته يربى على ذلك. لكن التربية هذه تحتاج إلى القدوة أولا، أن يبرز الأب أو تبرز الأم القدوة من نفسها أولا أمام هؤلاء، صحيح، في أن تؤدى الأعمال وإن كانت علاقة خفية، علاقة الصدق أو الإخلاص علاقة خفية، لكن على كل حال يترجم عنها ويعلن عنها وينبه إلى أن الإنسان ينبغي أن يكون مخلصا في عمله وأن يؤدى كما أراده الله سبحانه وتعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه فعلا. والإتقان هنا في الحقيقة إنما هو يمكن أن يتسع ويشمل الإتقان المادي الذي يؤدى به هذا العمل وفق المقاييس والمعايير الموضوعة له، وأيضا الإتقان في أن الإنسان مخلص فيه لله عز وجل، فكل ذلك داخل في دائرة الإتقان العمل لله سبحانه وتعالى. وبالتالي طبعا الإخلاص فضيلتكم هو يعني حل سحري لكثير من مشاكلنا الحياتية. نشكر صاحب الفضيلة الدكتور شوقي علا مفتي الديار المصرية، شكرا لفضيلتكم. شكرا، أهلا وسهلا، نلتقي معكم بإذن الله تعالى في حلقة غدا جديدة من حوار المفتي، فانتظروا.